اثنين من الاخوه، واحد اسمه عبد الله المكي وعزام. هذه الروايه الان من عبد الله نفسه يعني. وهم الاثنين جالسين في الخندق، وكان في رمايه شديده جدا باسلحه ثقيله. لما خرجوا من الخندق القصي شغال، وفجاه عزام راح في عالم اخر. هو حي يعني. هو حي لكن راح في عالم اخر بفكره وفجاه يعني هذا كلام عبد الله المكي، اصابع رجول عزام اظافرين كله ولعت نور. وهو واقف في باب الخندق جات قذيفه بتاع دبابه مباشره في صدر عزام. جا لي عبد الله اللي كان معاه في الخندق في رؤيه، سالوا عبد الله قال له انت وين انت؟ قال انا في الجنه. اخذني ملك لملك ملك لملك لملك لو حلنا طلعت في حلنا طلعت للسماء.